بحيري قول لي بقى ردود الفعل بعد الماتش خلص، بعد التتويج بالفرحه، مش حاسين بنفسكم؟ قول لي بقى مين اول تليفون استقبلته، انت كلمت مين، احكوا لي شعوركم بقى. بالنسبه لي انا انا كلمت بابايا ومامتي وخطيبتي يعني بصراحه، اول حاجه بصراحه يعني. اهم حاجه هم اكتر ناس يعني تعبت معايا، طبعا. و يعني احنا طبعا كلنا ما كناش مصدقين، احنا لحد واحنا بنغير جوه في اوضه اللبس، بنحضن بعض، بنتصور بالكاس، يعني هو الجو العام كله احنا كلنا فرحانين جدا بس زياده عن بأمانة، اللزوم. كلمت خطيبتك الأول ولا مامتك؟ لا مامتي الاول بصراحه. بأمانة انت جايب جواز الجواز ايه؟ جواز الجواز كده بتخلص نعمل كات للحته دي. عارفه بس مش عايزه كلام تلفزيونات. لا لا مامتي والله فعلا الاول.